اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد محتاجين نتكلم بقى في التفاصيل الفنيه والكوره. داخلين في مرحله حاسمه من كاس الامم الافريقيه، والمجموعات كلها متشابكه والنقاط قريبه جدا، ومفيش حد اتاكد تاهله الا منتخبين من 24 منتخب، السنغال وكاب فيردي المجموعه الثانيه والثالثه، ولكن كل المجموعات متشابكه حتى المركز الثالث لسه في كلام ممكن بثلاث نقاط واربع نقاط ما تتاهلش كمان كافضل توالد. عشان نتكلم في التفاصيل الفنيه النهارده معانا مداخله مهمه جدا من تونس عبر زوم، الكابتن الاسعد الشابي المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي، واللي تولى كمان تدريب العديد من المدربين وعاش في النمسا فترات طويله جدا، ومعاه لايسنز بالتاكيد من الاتحاد الاوروبي. فافضل شخص يكلمنا على الامور الفنيه كابتن الاسعد الشابي. كابتن الاسعد، اولا يعيشك، تحياتنا ليك من قناه النادي الاهلي من خلالك، وبالتاكيد متواجد حاليا في تونس الخضراء. مرحبا بك ومرحبا بكل جماهير المصرية، ومرحبا بكل فريق ومحبي النادي الأهلي المصري الكبير. أولا في البداية طبعا عايزين نعرف أولا انطباعاتك على أداء المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية. اتلعبت 10 مباريات للمنتخبات العربية، مكسب وحيد للمغرب، وأكثر من مباراة تعادل، وفي خسارة كمان سواء لتونس أو حتى للجزائر. والله ايش نقول لك، بالنسبه للمنتخبات العربيه اليوم اول مره في كاس افريقيا نحط يعني سقينه على الارض، كنا نحس بنفسنا وان احنا بطبيعه الحال احسن منتخبات افريقيه، وان افريقيا السوداء، افريقيا نيجيريا، افريقيا الكاب فيرد، افريقيا بوركينا فاسو، افريقيا ناميبيا ما زالوا بعاد علينا. وكما تعرف خاصه أن المنتخب المصري اللي فاز 3 مرات وراء بعضها يعني الواحده تلو الاخرى بكاس افريقيا كنا في سبات عميق. اليوم نلقاو احنا في كاس افريقيا نلقاو كره القدم الافريقيه في تقدم ملحوظ جدا، وكره القدم العربيه في سبات كبير ياسر. اليوم نشوف المنتخب التونسي في أول مباراة ينهزم أمام فريق ناميبيا اللي الرتبة نتاعه العالمية 115، وفريق ناميبيا ومنتخب ناميبيا يهزم أمام منتخب جنوب أفريقيا ب4 أهداف، رغم أن المنتخب الناميبي جل اللاعبين اللي يلعبوا عنده يلعبوا في القسم الثاني في البطولة المحترفة في جنوب أفريقيا. المنتخب التونسي عمل المباراة الأولى كانت كارثية، المباراة الثانية كانت أحسن لكن ما كناش أحسن من المنتخب المالي. بالنسبة للمنتخب المصري كيف دخل في المباراة الأولى كان كويس في الشوط الأول، ثم تراجع مردوده وكان منهزم هدفين لواحد، وفي آخر دقيقة صلاح يسجل الهدفين، الهدف الثاني كان قاب قوسين او ادنى من هزيمه اللي ربما كانت ما تعطيش صوره كويسه لكره القدم المصريه. المنتخب الجزائري نفس الشيء، بدا المباراه الاولى سجل الهدف الاول وجداته يعني عده من الفرص ما عرف كان يستغلها، وفي الاخير كان فرحان وانه يخرج من زوج مباريات متعادله. يعني نجم نقول لك المنتخب المغربي المباراة الأولانية كان فيها كويس وسجل 3 أهداف، المباراة الثانية ربما الغرور وأنه بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى والدقيقة الرابعة من المباراة حس بنفسه أنه باش يفوز بالمباراة، لكن خيبة المسعى، وأنه عندما يكون فريق يظن أنه أحسن من الفريق المنافس وما يعطيهوش الأهمية وما يعطيهوش التركيز اللازم، شفنا المنتخب المغربي كان ينجم ينهزم في المباراة بتاعه لولا يعني بونو اللي تصدى لضربة الجزاء، لولا يعني الإخفاق فريق المنافس فريق الكونغو كان ينجم يسجل الهدف الثاني. وهذه درس من دروس في الحياة أكيد باش نعرفوا أن خاصة الكرة القدم العربية راهي ما تتطورش بنادي الأهلي الفريق الأول أو بالفرق الأخرى في الفريق الأول أو بالتراجي أو بالرجاء، وإنما تتطور بمدربين يكون أصحاب قيمة أصحاب شهائد اللي دربوا
الناشئين يدربوا فئة تحت 16 سنة، فئة تحت 15 سنة، فئة تحت 18 سنة، باش يكون عندنا فريق ممتاز، يكون عندنا لاعبين يعني على مستوى عالي. طيب هل حضرتك شايف في منتخب بارز ومرشح للفوز بالبطولة؟ هل ممكن السنغال نقدر نقول من دلوقتي هو المنتخب الأبرز للفوز بالبطولة، ولا ممكن مع الأدوار الإقصائية نشوف مفاجآت أو نشوف منتخبات تانية مع المنتخب السنغالي؟ أنا إلى حد الآن نشوف المنتخب السنغالي اللي يعني نفس المستوى بتاع كل اللاعبين، ما في فرق بين ماني وما في فرق بين اللاعبين الأخرى. أنا أشوف كذلك المنتخب المغربي إذا كان يركز في كل مباراة 100% ينجم يمشي لبعيد. المنتخب النيجيري بالنسبة لي أنا المنتخب المصري يلزم يتحسن، المنتخب المصري يلزم يعني دفاعيا يكون أحسن، لأن المنتخب المصري يقبل توا في كل مباراة يقبل بالأهداف وأهداف بسيطة. يلزم يعني المنتخبات العربية لازم تتحسن، وخاصة كنشوف المنتخبات العربية نجم نقول لك أعمار اللاعبين، هم العديد من اللاعبين اللي فوق 30 سنة، وكنشوف المنتخب السنغالي والمنتخبات الإفريقية خاصة المنتخب مالي اللي فيه يعني العديد من اللاعبين اللي في عمر 23 و24 و22 سنة. طيب كابتن الأسعد الشابي، فرصة وأنت معايا ياخد رأيك في نقطة مهمة جدا وفيها اختلاف في وجهات النظر، ومنتخبات بتطبق ده ومنتخبات أخرى لا تطبق ده. يعني مثلا في منتخب المغرب كان نصير مزراوي مصاب، وفريق بايرن ميونخ طلب أن يعالج اللاعب. المغرب تمسك أن اللاعب يكون موجود في الأجندة الدولية ويتمرن مع الفريق ويعيش الأجواء مع أسود الأطلس في أبيجان، وبالتأكيد يستعد قبل البطولة، وده حصل. في المقابل ما كانش نفس الأمر موجود مع محمد صلاح، يمكن ليفربول طلب ان هو يستمر ويكمل علاجه في النادي الانجليزي، وصلاح ابدى موافقه، ما كانش عنده مانع وقال لك الافضل اكون موجود في انجلترا. لو حضرتك مدير فني لمنتخب وعندك لاعب محترف في اوروبا، وحضرتك اشتغلت في اوروبا فتره طويله جدا وكنت في النمسا لسنوات عديده، تحبس فكره سفر لاعب وخروجه من المعسكر خاصه لو قائد، ولا الافضل يكون موجود مع الفريق خاصه ان الجهاز الطبي عنده كل الامكانيات والادوات اللي تساعده ان هو يستعيد امكانياته ونشاطه من جديد، في ظل ما تكون اصابه الخلفيه ما بتاخدلهاش يعني اسبوع او 10 ايام بالكثير؟ مهم جدا اسمع راي حضرتك. انا اقول لك حاجه، وانا نتابع البطوله الانجليزيه وما عجبنيش المدرب يورجن كلوب لما قال امنيتي وان المنتخب المصري يتيح يعني من الدور الاول حتى يعود صلاح الى الفريق ليفربول. وتعرف في انجلترا نجم البطوله تنحسم اكثر في شهر يناير، يعني شهر جونفي، لان فهم العديد من المباريات ثلاثاء ويوم السبت ويوم الاربعاء. لكن انا كنت اتمنى بصراحه تامه باش يكون صلاح يبقى مع المنتخب، يأزره يخ مع الزملاء نتاعه ويكون موجود. لكن فما حاجة أخرى، في صورة ما إذا صلاح باش يمشي على ليفربول لمدة ربما 4 5 6 أيام، أنا ما نعرفش الإصابة اللي موجودة عن صلاح، أنا توا في تونس واللاعبين المصريين وصلاح موجودين في ليفربول وإلا موجودين في ساحل العاج، ما نعرفش على قيمة الإصابة. في صورة ما إذا باش يكون معه علاج، لأنه بطبيعة الحال يعني ليفربول شد في الخلفيه كل المعدات. الو، شد في الخلفيه يا كابتن. هو ذايب على ليفربول عشان يتعالج ثم يعود. انا سمعت قالوا يعني صلاح يرفض باش يجيبوا لاعب اخر في مكان صلاح. صلاح قال باش يمشي يعالج في ليفربول وربما يرجع بعد اسبوع او بعد 4 5 أيام. يعني الكلام ان هو ممكن لو المنتخب وصل قبل النهائي والنهائي في احتماليه انه يرجع، ده كان كلام يورجن كلوب. صح، يزور ما اذا صلاح باش يعالجوا وباش يرجع للمنتخب نتاعو، مشكورين نادي ليفربول اللي عالجونا صلاح في اقرب وقت يرجع للمنتخب نتاعو. لكن في صورة ما اذا فما نيه البقاء في ليفربول، انا نخيره انه كقائد فريق حتى كيبدا مصاب وتبدا الاصابه نتاعو
يعني ما تخليهوش يرجع باش يلعب في كاس افريقيا. من الاحسن ومن الاخلاق، وصلاح عنده اخلاق طيبه باش يقعد مع بلاده ويأزر اللاعبين كما يعملوا العديد من اللاعبين الكبار، يقعد مع المنتخب المصري ويأزر اللاعبين نتاعو الى اخر مباراه. يعني العوده اليوم الى ليفربول، انا اشوف عوده صلاح الى ليفربول تكون العوده لما يعود المنتخب المصري الى مصر، ومش المنتخب المصري يلعب صحيح في ساحل العاج وصلاح يكون موجود في ليفربول. يعني انا شخصيا كعربي شويه نطلب من المدربين الاجانب، من المدربين الالمان، من المدربين الانجليز اللي في البريمير ليج وانما في البوندس ليغا يحترموا كاس افريقيا كما احنا نحترموا كاس اوروبا. اكيد كابتن الاسعد، انا بجد بشكرك جدا على هذه المداخله القيمه، شكرا جزيلا ليك، كان كلام مهم جدا ورأي فني ممتاز جدا من الكابتن الأسعد الشابي في ظل كلام كتير على المنتخبات العربية ونتائج المنتخبات العربية في الفترة الحالية. دي كانت تفاصيل مهمة جدا مع الكابتن الأسعد الشابي.